السلام عليكم، معكم اليوم عمر وكابتن المات. اليوم معكم فيديو جديد يا جماعة. فاليوم يا جماعة بقول لكم اخبار بيس 2021 ويضعف 2022. فهو شي ابغى اقول لكم شكرا على الدعم اللي يصير. اتوقع ان حاليا وقت تسجيل فيديو اتوقع ان وصلنا 1570، فان شاء الله نوصل 1600 قبل نهاية الشهر ونقرب للألفين. يعني اذا زدنا كل شهر 100 مشترك في هالوقت يعني بنوصلها، وصلها قبل ديسمبر حتى. شكرا يا جماعة، هذا التطور اللي نبغى نوصله. فاليوم يا جماعة عندنا فيديو عن اخبار بيس 2021، وضع عندنا بعض من اخبار بيس 2022. اول شيء بنبدأ بالاخبار اللي يعني تقدرون تقول سيئة. رسميا بيس 2021 بتكون ابديت. معكم صوت الباب، دايما تصير. اوكي، اللعبه بتكون ابديت حرفيا، ابديت ما بتكون اللعبه كامله، او ما بتكون اللعبه جديده انك تشتريها، بتكون ابديت. يعني تحدث اللعبه صادق بيس 2021، مبروك. اوكي، هالشي بيكون ممكن ممتاز بالنسبة لنا لأن بنستخدم اللعبة بشكل مجاني. وأيضا خلينا نقول لكم بعض الأخبار اللي حصلناها في التريلر. يعني حصلنا فيه ممكن بعض من الاحتفاليات الجديدة، يعني بس أطقم احتفالات، وبعد شوية وجوه مدربين زيادة حتى مع الماسترين كان عقفون حيلة. نعم، ما بيضيفون خصائص. أصبر شوي. يعني أكيد إن ضافوا في احتفالية غريزمان، ممكن أحط لكم في الشاشة. أصبر شوي. هالموضوع عشان تي أنا لابس تيشيرت مانشستر سيتي. السبب لأن حط كان وي لامبارد وغوارديولا موجود في التريلر. فبكل اختصار انا ما ادري، ممكن لامبارد وغوارديولا يحطونهم كمدربين في الماستر ليج. وايضا فيه خيار ثاني، والخيار الثاني يقول ان تشيلسي ومانشستر سيتي بينضافون لبيس. انا ما ادري، بس بصراحة لو كان لو وصلنا هالشي بيكون خبر جدا جدا ممتاز بالنسبة لنا. فريقين مثل مانشستر سيتي، فريق مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لو ضافوهم بيكون شيء جدا 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 ممتاز، وممكن حتى استخدم مانشستر سيتي في الماستر ليج يا جماعة. ولو اضافوا هالشيء بيكون شيء جدا ممتاز، خصوصا لو ضافوا ملعبهم ملعب ستامفورد بريدج وايضا ملعب الاتحاد. بس اشوف ان هالاحتمالية يعني ممكن تكون 55% بس. والسبب ليش بيضيفون مانشستر سيتي وتشيلسي، السبب يعود الى سبب واحد فقط، وهو فقد كونامي لحقوق انتر ميلان واي سي ميلان. انتر ميلان واي سي ميلان ممكن ما يكونوا موجودين في بيس 2021 اللي بتكون كأبديت. خلنا حاليا ننتقل الى بيس 2022، نزلوا محرك جديد. يب، محرك جديد يا جماعة. محرك جديد لبيس 2022، بس اصبر شوي. هذا التركيز الكبير اللي ممكن يكون على المحرك اللي خلى اللعبة تنزل، لعبة بيس 2020 تنزل كابديت، ممكن يودي بيس في داهية. لأن ممكن بيس 2022 تكون أسوأ من بيس 2021 أو بيس 2020 حتى. وشو السبب؟ لأن أنا بقول لكم شيء، أول شيء بيس 2021
ما بتنزل ايضا على بلاي ستيشن 5، بتنزل فقط على البلاي ستيشن 4. ف خلينا نقول لكم، انا بديت العب بيس من 2014. اوكي 2014 بديت العب بيس. ف خلينا نروح لقبلها، بيس 2013. بيس 2013 كان فيها 41 ملعب، وايضا كانت في خاصية تقدر تبني فيها الملاعب، وكان كان اسطورة وماستريك مطورين جدا جدا خرافيين. بس شو صار في بيس 2014؟ غيروا المحرك، صارت اللعبة ممكن من يعني اسوأ العاب بيس اللي صارت في العقد الاخير، يعني من 2001 حتى. ف انا ما ادري، يعني انا عمري 15 حتى، انا عمري 15، فما ادري عن بيس 1 بيس 2 بيس 3 حتى. ف يب، ف خلينا نقول لكم ايضا ان ضاف محرك جديد، وهالمحرك بيكون في بيس 2022 اللي هي بتكون على البلاي ستيشن 5. فخلينا نروح لاسيا، اسيا. ف شو اللي بيصير في دوري ابطال اسيا؟ انا ما ادري، ممكن يحدثون الفرق، ممكن شباب الاهلي يكون موجود يا جماعه، انا ما ادري، بس احتمال كبير بعد يكون ان شباب الاهلي بيكون موجود، وايضا الشاجه بيكون موجود، وايضا منو ايضا؟ العين، وايضا الوحد. ف ما انا يعني دوري ابطال اسيا بيستمر في قطر، ف وايضا ممكن اريكم صورة هني الملعب الكامب نو الجديد، مو بالجديد، الجديد بيكون موجود بشكل رسمي في 2022، وايضا بيكون موجود ايضا كما تشوفون هني صورة ميسي اللي بتكون موجودة في هذا، اللي بتكون اللي موجودة على المحرك الجديد للعبة. اتمنى ان المحرك الجديد للعبة يجيب ما يخلي بيس تنسى الخصائص تنسى ومتاجة انها تفقدهم. اتمنى ان لعبة بيس 2022 تكون يعني من افضل الالعاب اللي موجودة في الساحة الالعاب الرياضية. انا وصلت الفيديو، اتمنى انك استمتعتوا، اسألك سبسكرايب بالجاز، ولا تنسى يا جماعة 2000 قبل نهاية السنة بسوي giveaway. مع السلامة.